النادي الاهلي يا جماعه هو كيان مهما هتتخيله وانت خارج النادي، اما تخش جواه بقى اصعب بكتير. ده النادي الاهلي هو جراح ومعاه مرضى كتير. يا سلام عليك. الجراح ده هو الوحيد اللي بيداوي الام الناس دي. حلو. ده النادي الاهلي. حلو جدا. طب يتقال ايه بقى بعد البلاغه دي؟ الله يسلمك. احنا معانا شاهر مرهف في المشاعر. لا ده والله حاجه جميله. وعلى فكره بس حب. الروح دي على فكره تعتبر قاسم مشترك بين كتير جدا من رموز اجيال مختلفه ومتعاقبه في النادي الاهلي.